فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقول السائل: هل من نصيحة لمن أصبح أهله يعيبونه في التزامه وتقصير ثيابه وحضور حلقات العلماء؟ تقصير ثيابه ليس هذا من تقصير الثياب الزايد المرتفع عن الكعبين، إذا كان يخالف ما عليه الناس ويشوش عليه فتركه، خلي ثيابك إلى الكعبين يا أخي مثل الناس من جد الماء، وهذا هو السنة، السنة إلى الكعبين، فأنت على سنة والحمد لله والناس على سنة. أما ما نزل عن الكعبين لا، لا يجوز، هذا حرام، ما نزل عن الكعبين لا يجوز، وعليك بعدم التشدد، لأن بعض الشباب الله يصلحهم يتشددون أكثر من اللازم، عليك بالتيسير وعليك بتحري السنة والعمل بالسنة. نعم.